السفير عمر هلال الممثل الدائم ديال المملكة المغربية في الأمم المتحدة أن المغرب طرف فاعل في كل جهود دولية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وأكد السفير هلال أن المغرب ما ترددش في انضمام للجهود الاتحاد الأوروبي والأرجنتين ومنغوليا ونيوزيلندا وناميبيا وتركيا باش يدعموا نداء الأمين العام للأمم المتحدة باش يتسالى ويوضعوا حد لهذا العنف اللي كاين في الأسر في جميع أنحاء العالم. وأكد كذلك السفير على أنه تم التوقيع على الإعلان المشترك من طرف أكثر من 146 دولة عضو وملاحظ في الأمم المتحدة.